نحن الآن متواجدون أمام البرلمان النمساوي كما ترون، المكان الذي سيقوم باعتماد مشروع اللقاح الإلزامي الذي عقدته الحكومة أو عقدت مسودته الحكومة يوم الأحد، وبذلك تعتبر النمسا هي الدولة التي تعتبر الدولة الأوروبية الأولى لتنفيذ مثل هذا القانون، وهو قانون التطعيم الإلزامي. عقدت الحكومة الفيدرالية يوم الأحد بحضور المستشار النمساوي كان نيهما ووزيرة الدستور كالورينا إيدلشتادلا ووزير الصحة فولفغانغ موكشتاين، وقدموا تفاصيل هذا المشروع، وذلك مع بعض التغييرات في الحد الأدنى للسن. وضمن هذه التغييرات أيضا أو ينص القانون على أن التطعيم الإلزامي لم يكن أو يتم تطبيقه على الأشخاص من سن 14 عاما كما كان مخطط له، ولكن من سن 18 عاما، أيضا ببعض الاستثناءات، وهي السيدات الحوامل والأشخاص الذين تعافوا لمدة 180 يوما، والأشخاص الذين معافون من التطعيم بسبب أو استثناءات طبية. أيضا ستقوم الشرطة بفحص التطعيم بنفسها من يوم 16 مارس، وأيضا توقيع العقوبات. تتراوح العقوبات القصوى لانتهاكات التطعيم من 600 يورو إلى 3600 يورو مرة واحدة في السنة في شكل ربع سنوي. أيضا سيتم تسجيل التطعيم والاستثناءات في السجل الوطني. من هنا سوف تقوم الحكومة بتنفيذ الوقت للتطعيم الإلزامي من 1 فبراير، بالرغم من أن السجل الوطني للتطعيم قال بأن التنفيذ الفني لتسجيل الاستثناءات وتسجيل التطعيم لن يكون متاحا إلا من أبريل. وأيضا قال رئيس المجلس الوطني فولفغانغ سبوتكا في تصريحات له يوم أو بالأمس بأن التطعيم الإلزامي سوف يتم اعتماده بالفعل من البرلمان يوم الخميس القادم. وأيضا أن البرلمان حصل على أصوات تسمح بنفوذ أو عبور القانون أو المشروع للمستوى الدستوري، كانت هذه الأصوات من حزبي الائتلاف الحكومي الخضر والشعب، وحزبي المعارضة حزب الاشتراكي وحزب نيوز، ولكن حزب الحرية يعتبر هو الوحيد الذي رفض هذا المشروع. أيضا بعد دقائق من صدور هذا المشروع ظهرت أو نزلت كثير من المحتجين والمتظاهرين في كثير من المقاطعات حول النمسا وبالأخص في سانت بولتن. اعتقالات. وقبل أن أبدأ في هذا المحور ينضم إلينا للتعقيب أكثر بهذا الشأن الإعلامي محمد الأسواني. مساء الخير أستاذ أسواني. السلام عليكم دكتورة بوسينة، تحياتي لحضرتك، تحياتي للسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ أسواني. يوم الخميس المقبل سوف يتم اعتماد اللقاح الإلزامي أو مشروع اللقاح الإلزامي بالفعل في النمسا، إلى أين ترى الأمور تتجه؟ يعني بعيدا عن نظرية المؤامرة، هناك شرائح كبيرة من داخل المجتمع النمساوي يعني تعترض على التلقيح الإجباري، ويعني هناك أدلة وبراهين على عدم نجاعة هذا الأسلوب. فنحن وجدنا الكيان المحتل لفلسطين قام بتطعيم تقريبا 100% من الشعب الإسرائيلي، ومع ذلك يعني لم يمنح الشعب بأكمله المناعة المكتسبة الدائمة، وما زال هناك يعني إصابات. إذن يعني الدولة التي يحتزى بها في أنها لقحت الشعب بأكمله، ما زال هناك مشاكل، وأخذوا الجرعة الثالثة
وهناك خطة لإعطاء الجرعة الرابعة. معنى ذلك أنه ليس هناك حصانة حقيقية لسياسة التلقيح الإجباري. كذلك يعني هناك مشاكل اجتماعية جراء هذه السياسات، سياسات الإغلاق خلقت نوع من التوتر المجتمعي، خلقت نوع من الشبالتونج أو تقسيم المجتمع، وأصبح هناك يعني توتر اجتماعي بين شرائح المجتمع. والادعاء بأنه من ينظم المظاهرات ضد سياسة التلقيح الإجباري هم من اليمين المتطرف، هذا أمر مبالغ فيه، لأنه إحنا وجدنا هناك شريحة كبيرة من المجتمع في النمسا، منهم الطلاب، منهم نقابة التجاريين، منهم موظفي الشرطة، يعني حتى رجال الشرطة بأنفسهم معترضين على هذه السياسة، ويقولون أنهم لا يريدون أن يقتحموا في عملية الرقابة على المجتمع. فطبعا هذا يعني يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لجهاز الشرطة في النمسا. شكرا. وإذا أردت يعني أنا أضيف كذلك يعني الماسكات التي يتم استخدامها الـ N95 اللي هو FFP2، كثير من العلماء يعني أكدوا أنه لا يقي الفرد من أنه يصاب بالفيروس. بالإضافة يعني هناك حجج تساق في هذا السياق. في 2006 كان هناك الـ H1N1 وكان الـ H5N1 اللي هي إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، ومع ذلك لم يكن يعني مثل هذه المرة عملية الإغلاق والمبالغة في الإجراءات الاحترازية اللي هي ترتب عليها يعني كساد اقتصادي، ترتب عليها قلق مجتمعي. يعني إذن الأمر بعيد عن نظرية المؤامرة، هناك يعني مبالغة في الإجراءات الاحترازية. حتى الماسكات كتير من العلماء المختصين قالت بتزود نسبة ثاني أكسيد الكربون وتعمل اختناق ولا تحمي من اختراقه من قبل الفيروسات بصفة عامة، لا سيما فيروس كورونا. هذا يعني أستاذ، باختصار شديد. تفضلي. طبعا احب استكمل انه بعد دقائق من تقديم مسوده التلقيح الالزامي، خرجت كثير من المظاهرات الى معظم المقاطعات في النمسا وفي سانت بولتن، وتم ايضا اصدار 64 بلاغ واربعه اعتقالات. وايضا ذكر ايضا ان تقدم حوالي 600 ضابط شرطة إلى وزير الداخلية جارهارد كانا بأن التلقيح الإلزامي سوف يؤدي إلى انقسامات داخل جهاز الشرطة، وأيضا إلى انقسامات اجتماعية، وأنهم لم يعودوا قادرين أو يريدون تهديد الأشخاص المتظاهرين السلميين. أستاذ أسواني، نعود مرة أخرى إليك، هل ترى برأيك هل نحن مقبلون على مرحلة من العنف؟ والله هذا السؤال دائما يعني مطروح. الشعب والمجتمع الأوروبي يعني اعتاد على أنه يكون لديه مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي، فعندما يكون هناك يعني قمع ومنع الناس من حقها في أنها تعبر عن رأيها في صورة الخروج إلى الشارع والتظاهر، ما في شك سوف يكون هناك ردود أفعال يعني غير إيجابية، وهذا أمر وارد.
ما إذا جهاز الشرطة استخدم العنف مع المتظاهرين أو منحهم بالقوة من أنهم يعبروا عن آرائهم، قد يترتب على ذلك في المستقبل المزيد من العنف والعنف المضاد. طيب أستاذ أسواني، حسب آخر الأخبار أو حسب آخر الإصدارات أنه أن المجلس البرلماني يحتوي على كثير أو حصل على دعم كبير جدا من الأحزاب السياسية إلى ما يتخطى ثلثي الأصوات، وذلك يؤدي إلى صعوبة محاربة هذا القانون على المستوى الدستوري أو في المحكمة الدستورية. أيضا هل ترى برأيك هذه الموافقة السياسية باعتبار كثير من الأحزاب وكثير من الأصوات وافقت على هذا المشروع، هل ترى برأيك أن هذا يعتبر أيضا موافقة شعبية على هذا المشروع؟ يعني ما إذا هناك يعني توافق ما بين بعض الأحزاب، يعني نعم. الذين لديهم مصلحة مع بعضهم البعض، اتخذوا إجراءات لعمل قانون يعني إداري ويأخذ يعني الصيغة اللي هي يكون فيها التفاف على الدستور النمساوي، هذا يعني لا أظن إطلاقا ما إذا تم دحض هذا القانون سوف يعني أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن الخبراء الدستوريين قالوا إنه هذه الإجراءات تعتبر ضد حق من حقوق الإنسان، وهو مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ثم مهما كان هناك التفاف على الدستور النمساوي، عندما يدفع بالحجج الكافية أمام القضاء النمساوي سوف يتم إلغاء هذا القانون. وأنا يعني أرى هذه الإجراءات هو شكل من أشكال الضغط على المجتمع النمساوي حتى يكون هناك أعداد أكبر من داخل المجتمع النمساوي يقبلوا على التلقيح، ظناً من الحكومة إنه هذا سوف يحصن المجتمع من الانتشار للفيروس كورونا. شكرا لك أستاذ أصواني على كل هذه المعلومات وعلى تعليقك على مشروع اللقاح الإلزامي. عفوا، تحياتي لحضرتك، تحياتي للسادة المشاهدين. وأحب أكمل أيضا تفاصيل مشروع اللقاح الإلزامي، أنه في المستقبل يسمح فقط للأطباء أو أخصائي الصحة العامة بتوقيع أو تسجيل هذه الاستثناءات والمصادقة عليها. أيضا يسمح فقط للعيادات المهيئة مهنيا فقط بتسجيل هذه الاستثناءات، وأيضا من يقوم بتزوير هذه الاستثناءات أو شهادات استثناءات التطعيم سوف يعاقب بعقوبة تصل إلى 7200 يورو. أيضا يأتي التطعيم الإلزامي وهذا المشروع على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى بيتم فيها أو من أول فبراير بيتم فيها إبلاغ الأشخاص عن هذا المشروع حتى يوم 15 مارس، وبعد يوم واحد فقط من يوم 15 مارس اللي هو يوم 16 بيكون الامتناع عن التطعيم هو جريمة يعاقب عليها، وستقوم الشرطة بتطبيق العقوبات وفحص التطعيم، وتعتبر هذه هي المرحلة الثانية. وتعتبر المرحلة الثالثة هي مرحلة الطوارئ أو تعتبر مرحلة معلقة على حسب الحالة الوبائية وعدد الإصابات والحمل الذي سيكون على المستشفيات، ومن هنا سيتم إخبار الأشخاص بمواعيد ثابتة ومحددة لموعد التطعيم، ومن يقوم بعدم الامتثال لموعده الثابت سوف يؤدي ذلك إلى حصوله على عقوبات، ولكن لن يكون هناك عقوبة حبس أو سجن بديل. وننتقل مع حضراتكم مرة أخرى إلى الاستوديو ريم. شكرا لك بثينة على هذه التغطية، ولضيفك الأستاذ الإعلامي محمد الأسواني. ونستكمل الآن معكم نشرتنا